بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ربنا سبحانه يشوق عباده بهذا الذي هيأه لهم في الجنة، فذكر ربنا سبحانه ما يسقاه أهل الجنة من شراب طيب، وكيف تكون مجالسهم أثناء سقيهم، وكيف يطاف عليهم بجميل الأواني، ويطاف عليهم بجميل الحلي من فضة تارة ومن ذهب تارة، على إما على الإتباع وإما على المزاوجة، وذكرت قضية لم أذكرها لكم يوم أمس لما قال ربنا سبحانه وحلوا أساور من فضة. أنا قلت لكم إن ربنا سبحانه ذكر أيضا أنهم يحلون أيضا بالذهب، لكن من يحلى بالأساور؟ الأساور هي هذه الحلي التي تحيط بالمعاصم، هذه من يحلى بها في العادة؟ النساء. لكن المخاطبون بهذا يعلمون أيضا أن صنفا من الرجال في معهودهم كانوا يحلون بالأساور من الذهب والفضة، وهذا الصنف من الرجال هم الملوك. في سيرة ابن إسحاق وغيرها بإسناد منقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك بن جعشم أحد بني مدلج الذي له قصة معروفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا مع أبي بكر، فقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. بنو مدلج قبيلة يعني قريبة من مكة، صحراء، هذا الصحراوي يقال له تسور تلبس سوار كسرى، لو يقال له تلبس سوار أبي سفيان أو أبي طالب سيد قريش لكان فيها أعظم المطمع له، أما أن يسور بسوار كسرى فهذا ما لا سبيل إلى توهمه، لا يجي حتى في الوهم.
لا أقول لا يجيئه في الظن، لأن يعني من درس الأصول منكم يعرف الفرق بين الوهم والظن والشك، فلا يجي حتى في الوهم. فيقول كيف بك؟ فلما فتحت فارس وجاءت بما غنم المسلمون من غنائم كسرى، كان في تلك الغنائم سوار كسرى، وكان ذلك زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدعا عمر سراقة بن مالك بن جعشم، فدعي ويداه هكذا مشعرتان وألبس سوار كسرى، وقال عمر لسراقة: قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج. فهذا لباس الملوك، والناس عادتها أنها تتطلع إلى لباس علية أقوامها، هذه عادة الناس، تقلد العلية فيما يأكلون وفيما يركبون وفيما ما وجدوا إلى ذلك قدرة واستطاعة. هذا كسرى، هذا من يقدر على ما يقدره كسرى في الزمن الذي يتحدث فيه؟ فيقول ربنا يشوق عباده: تسورون هذه، ليس فقط النساء بل أنتم أيضا، من كان يشتهي أن يسور ويحلى ويقرط ويصنع ما يشاء. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا الذي تقدم، ها هنا قضية، هذا اسمه إشارة، يشار به إلى معهود، إما معهود حاضر عند المشاهد، عند السامع، عند المخاطب، يقال له إن هذا، لأنه لا يمكنك أن تشير إلى غائب عن هذا المخاطب. فكأن ربنا سبحانه عندما بين لعباده وذكر لهم هذا الذي أعد لهم، كأنهم لفرط وثوقهم بوعد ربهم، كأنه ماثل أمامهم يشار إليه بهذا: إن هذا كان لكم جزاء. أنتم الذين عندما أطعمتم وآثرتم، قلتم لمن أطعمتموه وآثرتموه على أنفسكم إيثارا أفضى بكم إلى جوع وعري. وأنتم تعرفون سبب يعني القصة المعروفة، قصة الصحابي وزوجته اللذين أطعما ذلك الضيف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعامهما وطعام أبنائهما، وليس لهما طعام سواه، وباتوا طاوين جميعا، الأبوان والأبناء، ويطفئان السراج ويوهمان الضيف أنهما يأكلان وليسا يأكلان. هذا إثار يفضي إلى جوع، إثار يفضي إلى عري، يعني يكافئه بما عليه من الثياب وليس عنده غيرها. لما نزلت توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا، ولما سمع كعب بن مالك نداء المنادي: يا كعب بن أبشر بتوبة الله عليك، قال جاءه هذا الفارس، أعطاه إزاره ليس يملك شيئا غيره، واستعاره شيئا يلبسه ليأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيثار يفضي إلى عري ويفضي إلى جوع، هذا أعظم الإيثار. ونعوذ بالله من عضة الجوع، هذا شيء يعني أن تؤثر وتعلم أن يعني أنت تؤثر ولا يحملك إثارك على الجوع، يعني يتصور، لأنه تقول لن أشبع لكنك لن تجوع. لكن عندما يفضي بك الإثار إلى الجوع، والجوع هذا إذا اشتد يصير للبطن حرارة كأن نارا تضرم فيه، سأل الله العافية. أنتم تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسقط أرضا يتدور جوعان، يحسب الرائي أن به صرعا وليس به إلى الجوع. يعني ما رأينا إنسان يصرع من شدة الجوع؟ الصحابة كانوا، النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عائشة
أنه يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا يوجد ما يطبخ. فهذا الإيثار الذي يفضي إلى الجوع وإلى العري، ومع ذلك لا يسألون جزاء ولا شكورا من هذا الذي يؤثر، هذا الجزاء أمامه، إن هذا كان لكم جزاء، جزاء على صنيعكم ذاك الذي كنتم تنتظرون، هذا الجزاء الذي كنتم تعملون له ها هو، إن هذا كان لكم جزاء، وكان سعيكم ذاك الذي سعيتموه، عملكم الذي عملتموه مشكورا، حمده لكم ربكم وأثابكم عليه بما ترون ولكم عنده الزيادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم انظروا أيها الناس أن ربنا سبحانه عندما يقول لعباده الذين أدخلهم جنته وأباح لهم كرامته وكان سعيكم مشكورا، معناه كما قلت مرة أنهم جاءوه بسعي سعوه، بعمل عملوه، لم يقعدوا من غير عمل يتمنون على الله الأماني، إنما جاءوا بسعي، وذاك السعي شكرهم ربهم عليه، وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ها هنا أيضا نكتة في القراءة، لأن هذا محل لا يحسن قراءته كثير من القراءة، لأن اللام والنون عندما تجتمعان تتلو النون اللام، فإنه كثيرا ما يدغم القارئ اللام في النون فيقول إنا نحن أنزلنا، فلا يبين تلك اللام. أنا لا أزعم أن صاحبكم فعل، تفضل بين، الله يفتح عليك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن. نزلنا جعلنا، هذا مما ينص عليه أهل القراءة أهل الأداء، لابد من تبيين اللام. نزلنا، لابد أن تظهر، لا تقول نزلنا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. انتهى ربنا سبحانه من الكلام على ما أعده للمجرمين وعلى ما أعده لعباده المؤمنين، ثم انتقل إلى كلام مع رسوله صلى الله عليه وسلم لتثبيته على ما يرى من شدة معارضة قومه له وإبائهم عليه، تأبيهم عليه فلا يؤمنون، مع أنه رغبهم هذا الترغيب العظيم ورهبهم هذا الترهيب الكبير، وهو يرغب ويرهب قوما يعلمون أن ذاك المتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، يعلمون صدقه، فيعلمون صدق ذاك الذي يذكره لهم ترغيبا وترهيبا، ومع ذلك ينفرون ويدبرون ولا يؤمنون، فهذا يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضبه ويحزنه. فربنا سبحانه يحمله على الصبر، يقول له إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نحن نزلنا، لم تأتي به من تلقاء نفسك ولم تفتريه كما يزعمون، لا، نحن الذين نزلناه عليك تنزيلا، تنزيلا بحسب ما اقتضته حكمتنا في تنزيله منجما على حسب هذه الأحداث التي تقع، فننزل لا كما تمنوا وقالوا لو لا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة، لا، حكمتنا البالغة اقتضت أن ننزله تنزيلا كما فعلنا أنجما، فنحن نزلناه عليك. ثم إنا نحن، هذا الضمير مكرر، هذا الكلام، إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ضمير الجمع مؤكد بإن
لأن هذه إنا، هذه فيها إن التي للتوكيد والضمير اسمها. فالكلام إنا نزلنا فيه تأكيد، أعاد ربنا سبحانه الضمير إنا نحن تأكيدا على تأكيد، كأن ربنا سبحانه يقول ما نزل عليك القرآن إلا نحن، لم ينزل أحد ولم تأتي به من تلقاء نفسك. فإذا كان كذلك فاصبر لحكم رب، إذا كان الذي نزله عليك تنزيلا ربك فاصبر لحكم رب، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الشيخ أحمد هذا يوم تحتاج معنا فيه صبرا. زكام الشيخ أسيدي إني زكملا الله يحفظك. لأن هذه فاصبر لحكم ربك، السوسي عن أبي عمرو يقرأ فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم، فهو يدغم الراء في اللام، وهذا ينفرد به السوسي، غيره يقول فاصبر لحكم. فلا ينبغي أن يكون إنسان يقرأ لقارئ ثم يعني ينحو إلى آخر من غير شعور منه. ولذلك فاصبر لحكم ربك، لما أخبر ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو من نزل عليه القرآن تنزيلا، قال فاصبر لحكم ربك. هذه فاصبر لحكم ربك، الحكم قد يراد به هنا ما حكم الله به، أي ما قضى به، حكمه القدري، وهو أعني ما قضى به ربنا من أن هؤلاء يعارضونك ولا يؤمنون بك ويؤذونك ولا تظهر عليهم ويؤذون أصحابك وأسلطهم على أصحابك ويخرجونك من بلدك وبلد آبائك وأنت أولى بها ممن أخرجك، ولا أمنع ذلك، فاصبر لهذا، إنما ذلك للحكمة البالغة. أنت تعلم الآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا على مقتضى الحكمة، فإذا اطمأنت نفسك إلى أن ربك هو الذي نزل هذا الكتاب على هذا المراد أنجما مفرقا وأخر، يعني اطمأننت إلى أنه فعل ذلك بحكمة بالغة، فاعلم أيضا أن له الحكمة البالغة في تأخير ظهورك على أعدائك وتأخير نصرك عليهم، فلا تعجل، اصبر لحكم ربك. أو الحكم التشريعي، الحكم التكليفي، فاصبر لحكم ربك، أي ما كلفك به وكلف به أمتك في هذا الكتاب الذي نزله عليك تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. القريش عندما كانت تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاديه وتخاصمه فيما يعني وتنابذه فيما يدعوهم إليه صلى الله عليه وسلم، كان ذلك على طريقتين، طريقة فيها غلظة وشدة وقسوة، ربما ضربوه صلى الله عليه وسلم، ربما أدموه صلى الله عليه وسلم، ربما شتموه صلى الله عليه وسلم، ربما هددوه صلى الله عليه وسلم، ربما ألقوا على ظهره سلا البعير صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كلها أمور فيها شدة وغلظة. لماذا يصنعون بذلك؟ يريدون أن يكف عنهم وأن ينصرف عن هذا ويترك دعوتهم إلى ما يكرهون من الإسلام. فهذه طريقة في هذه الغلظة والشدة، وكانت أيضا يراوغونه ويراودونه بطريقة فيها ملاينة، فيها إغراء، نزوجك من تريد من النساء، نجعلك أكثر مالا، كذا. روى الطبراني في معجمه الصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نزوجك ما أردت من النساء، لم يقول من أردت، لا، ما، خمسة، ستة، خمسطاش، خمسمائة، ما أردت، تأخذهم كاملين قريش، ما أردت من النساء.
ونعطيك من المال حتى تكون أكثرنا مالا، ونطأ عقبك، نطأ عقبك أي لا نمشي إلا خلفك حتى يكون عقبك موطئا، يعني نطأ موطئ قدمك لا نتقدمك. فهذا إيش؟ هذا الإغراء. فلما قاله ربنا سبحانه ولا تطع فاصبر لحكم ربك، أي عندما يأتيك هذه الغلظة والشدة والأذى فاصبر لحكم ربك، عندما يأتونك بروغان الثعالب هذا الملاينة ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لماذا؟ ليحصل لهم اليأس من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب لهم، لا في حال شقوا عليه وآذوه، لا في حال ألمعوا له ما يظنون ويتهمون أنه يرغب فيه. ربنا يحملهم على اليأس من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم إلى شيء، ولا تطع منهم آثما أو كفرا. وهنا قضية، كان مقتضى الظاهر أن يقال ولا تطعهم، أو ولا تطع منهم أحدا. ربنا قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا ليبين سبحانه أن أحيانا ما يدعونه صلى الله عليه وسلم إليه ويريدون طاعته فيه قد يكون إثما وقد يكون كفرا. لا تطع منهم آثما أو كفرا، لا تطع منهم آثما يدعوك إلى ما هو إثم، ولا كفورا يدعوك إلى ما هو كفر، لأن ما يدعونك إليه إما أن يكون كفرا وإما أن يكون إثما. وهذا كان لا نفهمه لو قال ولا تطعهم أو لا تطع منهم أحدا، يكون ما يدعونه إليه فيه الإثم عندما يقول له تريد أن نجلس معك، طرد هؤلاء، ما يجلس معنا، كيف بلال يجلس معنا؟ أنا الآن تريد أن يجلس معك أبو سفيان وأبو جهل اللي هو أبو الحكم، شو الحكمة ضد الجهل، الحكمة ضد الجهل، هم يلقبونه أبا الحكم، هذا أبو الحكمة. لا، هذا أبو الجهل، لو كان أبا الحكم لا أسلم، لقادته حكمته إلى الإسلام، لكنهم من كبراء قومهم، فكيف نجلس يجمعنا مجلس واحد مع بلال؟ بلال هذا خادم عقبة بن أبي معاذ، يعني ومن هؤلاء الكبراء من يعد عقبة خادما له، كيف تجلسوا معي؟ بلال وصهيب وياسير وابن مسعود وياسير وعمار كلهم هؤلاء، طردهم. يروي المسلمون هذا في الصحيح أنها أن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نزلت في هذا، فهذا إثم بين. أو يدعونه إلى ما هو كفر، وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، فلا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم ولم يقل ربنا ولا تطع منهم آثما وكفورا، قال أو. لماذا؟ لأنه لو قال قائل لا تطع عمرا وزيدا، فأطعت عمرا فقط لم تكن عاصيا، لأنه أمرك أن لا تطيعهما معا، أنت لم تطعهما معا، قال لك لا تطع عمرا وزيدا، أنت أطعت عمرا، إذا قال لك لماذا أطعت عمرا تقول أنت لا تفهم العربية، أنت نهيتني عن طاعتهما معا، أنا أطعت واحدا منهما، فقالوا ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع هذا ولا هذا. بكرة وأصيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. قلت لكم إن ربنا سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يحمله على الصبر ويدله على ما يصبر به، لأن هذا يعني ينبغي أن تدركوا شيئا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معظما عند قريش كلها، كان محل تعظيم، ليس من أمة الإسلام أحد يجهل أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين، هذا قبل إسلامه. لماذا لقب بالأمين؟ لأنه جرب، عرفت أمانته، وهرقل
لما سأل أبا سفيان في القصة المشهورة قال أجربت سفيان، أبو هرقل يقول لأبي سفيان أجربتم عليه الكذب قبل أن يقول ما قال؟ ما قال؟ قال لا. وهذا أبو سفيان يعني كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بينهم إلى أن قال أنا نبي؟ مكث 40 سنة. في 40 سنة لم يجربوا عليه كذبا ولم يجربوا عليه خيانة. وهذا يحدث عند يعني وضعاء الناس، يصنع له مجاهة بين الأقوام. فكيف وهو وجيه وهو من أشراف قريش؟ قريش لم يكن الشرف فيها بالمال. أبو طالب كان من أفقر الناس في قريش، حتى إنه لم يكن عنده ما يطعم أولاده. لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فرباه؟ لأن أبا طالب كان مغلوبا على إطعام بنيه كلهم، فأخذ العباس واحدا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم واحدا يعينون أبا طالب. ومع ذلك قلة ذات يده حتى هذه التي أحوجته إلى أن يوزع بنيه عند أقاربه لم تحدث له ضعة، بل كان من وجهاء القوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهاء بشرف محتده وكرم نسبه، ثم هو من الوجهاء بسبب خلقه الراقي قبل نبوته من إعداد ربه له صلى الله عليه وسلم ليتحمل هذه الأمر. هذا عندما يقول لهم أنا أدعوكم إلى الله وإلى ما فيه الخير وإلى شيء تسودون به الناس وتدخلون به الجنة، ويقابل بالشتم، يعني يقابل بما لم يكن يقابل به، وهو هذا شديد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج هذا التصبير، فيقول رب اصبر وأعينك على سبيل تصبر بها. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هذا أذكر اسم ربك، أي أذكر ربك. الذكر، هذا الذكر يعينك على الصبر. الذكر الذي هو ضد النسيان، والذكر الذي هو إجراء المذكور على اللسان يعينك على الصبر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. البكرة أول نهار، أنا ما أدري هل نحن في المغرب عندنا، ما أدري هل عندكم أيضا، الفاكهة التي تأتي أول شيء نسميها الباكور، عندكم أيضا هذا الشيء؟ أه؟ نعم، في الرطب، في الرطب نحن عندنا في التين، في المهم هو الفاكهة التي تجيء أولا تسمى الباكور. لماذا الباكور؟ لأنها تجيء أولا، لأن البكرة أول شيء، أول النهار. واذكر اسم ربك بكرة وأصيل، الأصيل العشي. فدله ربه على ما يكون، على ما يقدره على الصبر، لأنه أحيانا تغلب على الصبر، لا تستطيع الصبر، ترى من القهر ما لا تقدر معه على صبر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وهذا الذكر سوى أنه يردك إلى الله ويذكرك به ويملأ قلبك يقينا بأن ربك ينصرك، وأنه يجعلك في كنفه، وأنه يحيطك برعايته، وأنه يقول لك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى. فاذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي في كل الأحيان، لا يقصد فقط الصباح وفي المساء، لا، في وما بينهما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ثم هو مع ذلك الذكر هذا يروي الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أدلكم على خير أعمالكم وأنفعها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا قلنا بلى يا رسول الله.
قال ذكر الله. ولا ذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟ هذا أفعال تفضيل. أكبر من حذف هذا المفضل لتفهم أنه أكبر من كل شيء. لهذا تسمع في الأذان الله أكبر، هذا أفعال تفضيل. هل أنت تقول زيد أطول؟ ها؟ سيقول لك السائل أطول ممن؟ هذا أكرم، أكرم ممن؟ فلا بد من ذكر المتفاضلين. الله أكبر، أكبر من ماذا؟ يقال إن الفرزدق لما قال ميته المشهورة التي فيها إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، جاءه من يغلطه يقول تقول أعز وأطول، أعز من ماذا وأطول من ماذا؟ فأذن المؤذن في ذلك الوقت تلك اللحظة الله أكبر، فقال الفرزدق أكبر من ماذا؟ أكبر من كل كبير، أعز من كل عزيز وأطول من كل طويل. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فهذا الذكر هو مما يعينك على الصبر، فالزمه. وأفضل ما تذكر به هو كلام ربنا سبحانه. لا يتقرب إلى ربنا بشيء أحب إليه مما خرج منه صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه وتعالى وكلامه. وبعد ذلك لك في الأوراد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وأنت لست تطالب بأن تجلس فتحفظها. إذا كنت تقول أن لا أستطيع الحفظ، اكتبها في ورقة، اجعلها في الكتيبات الآن الموجودة، اجعلها في جيبك، وعندما تخلو اقرأ. في الصباح اقرأ أذكر صباحك، في المساء اقرأ تهب الريح اذكر، تريد تضطجع ألصقها بجانب جدارك الذي تنظر إليه عندما تضع رأسك على وسادتك، وكثرة التكرار ستحفظ لك. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له، هذا العماد الثاني للمعين على الصبر، الذكر والسجود الذي يراد به الصلاة. والصلاة من جملة الذكر، لكنها من عظيم الذكر. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، أي طول القيام. فتستعين على الصبر بهذا الذكر وبالصلاة. ومن الليل فاسجد له، هو بعض العلماء يقولون هذه الآيات فيها إشارة إلى أوقات الصلاة الخمسة. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، هذه الظهر العصر. ومن الليل فاسجد له، صلوات ليلية الثلاثة، المغرب والعشاء والصبح. لكن هو يعني لماذا يحجر هذا الواسع؟ الأولى حمل الذكر هنا على عمومه الذي هو الذكر مطلق لا على الصلاة فقط، وكذلك التسبيح. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، قيام الليل. قيام الليل الذي حرض عليه ربنا سبحانه في مواضيع كثيرة من كتابه، أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيث كثيرة. ربنا سبحانه يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا يخاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن يخاطبنا يقول إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربنا سبحانه يقول ومن الليل فسبحوا وإدبار السجود، وإدبار السجود قراءتان. ربنا سبحانه يقول ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم. ربنا سبحانه يمدح قوما فيقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ربنا سبحانه وصف عباد الرحمن، عباده الذين أضافهم إليه،
وذكر أوصافهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أحمد وغيره: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. في الحديث رواه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطهرة للسيئات. عليكم بقيام الليل. وهذا أدركنا عليه الناس. عندما أقول الناس أقصد عوام المسلمين، بل أقصد أمي العوام الذين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم لا ينامون حتى يستيقظوا لصلاة الصبح أو يستيقظوا عند لفح الشمس. كانوا لا يخلون لياليهم من قيام، عوام المسلمين. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وأحسنوا الصلاة. أفضل الصلاة بعد المكتوبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل، لأن الليل هذا ظرف للمناجاة، غارت النجوم ونامت العيون، والحي القيوم الذي لا ينام ولا يغيب تقوم أنت إليه والناس نائمون فتزدلف إليه، تطلب الزلفة إليه بترتيل كلامه يجري على لسانك وتمريغ وجهك على الأرض بين يديه، تسأله: يا رب يا رب، وأنت كأنك تسمع نداءه يقول: هل من سائل فأعطيه؟ تقول: يا ربي أنا السائل. هل من مستغفر فأغفر؟ تقول: يا ربي أنا المستغفر. هل من داع فأستجيب له؟ تقول: يا ربي أنا الداعي. أنا في تلك الساعة التي الناس فيها إما مشتغل بمعصية وإما نائم، وأنت من النفر القليل من الذين أخلصهم ربهم فأقامهم في تلك الساعة. من المسلمين لا يعرف فضيلة قيام الليل؟ لكن من من هؤلاء الذين يعرفون هذه قدر هذه الفضيلة يقوم بالفعل؟ وقد تريد أن تقوم وتهيئ التليفون والمنبه وينبهك وتضغط عليه لتنام، ما أحسب إلا أنها ذنوبنا تربطنا بأفرشتنا، تثقلنا ذنوبنا، وإلا فمن الناس من يقوم الوضوء ويصلي. يقول أحدهم: عانيت قيام الليل سنة، كان يشق علي سنة، والتذذت به 20 سنة. يعني الأحيان لا تجد تفسيرا منطقيا لطول القيام في جنح الليل الذي يقوم بجزء في الركعة والجزئين في الركعة وأكثر من ذلك في الركعة الواحدة، ولا يصلي ركعتين فقط. ألا تؤلمه أقدامه؟ ألا يؤلمه ظهره؟ ما الذي يجعله يقوم ذلك القيام الطويل؟ هي تلك اللذة الذي صارت يجدها في مناجاة ربه، كأنه ينتظر الليل انتظارا يضيق ذرعه بالنهار، ينتظر تلك الخلوة مع ربه فيناجيه ويرتل كلامه ويسأله مسائله، ويعلم أنه يتطارح أمام باب الأكرم الذي لا يمل عبده ولا يتجار منه ولا يرده ولا يدفعه، بل هو ينادي سبحانه وتعالى. اسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا
تفضل سيدي. وسبحه ليلا طويلا. من اللطائف هنا، احنا قلنا هذا سبحه ليلا طويلا، من اللطائف هنا ان بعض العلماء، لانه هذه سبحه ليلا طويلا معناه هل سبحه يعني مدة طويلة في الليل ليكون صلاتك يعني مدة طويلة في الليل، أو وسبحه ليلا طويلا أي انظر الليل الطويل في السنة هذا تسبحه فيه كثيرا. فكان بعض العلماء، وطبعا هذا يقوم الليل، هذا دابه يقومه، لكن يتربص أطول ليلة من ليل السنة، هذه أيضا يسبح الله فيها ليلا طويلا. يقول نحمل الآية على ما تحتمله من المعاني، تحتمل هذا فنفعله وتحتمل هذا أيضا فنفعله، هذا عجيب، هذا عجيب. تفضل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يعني هو الأولى أيضا أن لا يوقف هنا، لأن الواو واو عطف، ومن معيب الوقف أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، ليست واو استئناف. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون، فهم يصنعون الشيئين معا، وربنا عطف هذه على تلك. إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون هذه الدنيا عاجلة، ويذرون، يدعون وراءهم يوما ثقيلا، ثقيلا لما فيه، لما يكون فيه من الهول، تكلمنا عن هذا. وهؤلاء لماذا يحبون هذه، يعني المسلمون أيضا يحبون العاجلة، المسلمون لا يحبون الدنيا، يعني لا يحب أحدنا أن يكون له فيها المسكن الحسن والمركب الحسن والمرأة الحسناء والأولاد والمال والبنون، وهذه كلها من هذه هي العاجلة. لكن هم لم يذموا فقط لحب العاجلة، لأنهم مع محبتهم العاجلة تركوا اليوم الثقيل، نبذوه وراء ظهورهم، لم يبالوا به. هذه هي الحيفية، حبهم العاجلة حاملهم على نبذ الآجلة، على تركها، على طرحها، ويذرون وراءهم ذلك اليوم. المسلم يحب العاجلة ولكن يتخذ العاجلة مزرعة للآجلة، وهذا قاله الناصحون لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد. يعني لا يضرك حب العاجلة إذا كنت تتخذ هذه العاجلة مقدمة بين يديك عندما تكون في الآجلة، هذا حب لا يضرك. لكن الحب الذي يضر العاجلة، لأنه شو، الإسلام دين واقعي، الإسلام ليس كلام أرسطو هذه المدينة الفاضلة التي لم تتحقق، أظن أنها لم تتحقق حتى في ذهن أرسطو، المدينة الفاضلة، شو المدينة الفاضلة؟ هذا ناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كان عمر رضي الله عنه يقول: لا نملك إلا أن نجد زينا ما زينه الله لنا. هو زين لنا، زينه الله لنا، لكن نراه قبيحا ما نستطيع. لكن هل هذا الذي زين لنا يصرفنا عما خلقنا الله له؟ هذا هو. فإذا العاجلة يحبها المسلم، ها هو يستكثر من الضيعة، ولكن أنت اشتريت بستانا وزرعت فيه نخلا وجئت بالأسمدة وجئت بمن يقوم وعقدت معه عقد مساقات ليسقي وينظف، لماذا؟ تقول لماذا؟ قال: أريد أن أبيع هذا التمر، أريد أن أوسع به وكذا. هذه نيتك. طيب أنت
بهذا الذي هو تكثر به مالك في العاجلة تضم به نية أخرى يصير عملا للآجلة. ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو شيء إلا كان له حسنة. يكتي يعني تلك التمرة أو الزيتونة في شجرة الزيتون أو تينة في شجرة التين التي لا تبلغها يدك هي ميؤوس منها، أنت تتركها للشمس لأنك لا تصلها، وإن صعدت فوق غصن يوشك أن تكسر الغصن وتسقط ولا تبلغها. فهذه أنت يائس منها، ويجي الطير يأكلها وأنت تؤجر. تجي أدودة، هذه هوام الأرض، دواب الأرض تأكل وأنت تؤجر. متى تأكل هذه؟ وأنت نائم، وأنت مسافر وأنت تؤجر، مع أنك اتخذت هذا وأنت تحب هذه العاجلة واتخذت هذا لتكثير مالك، ولكن بنيتك تلك صار ذلك أيضا عمل للآجلة. تأكل هذه الطيبات، المآكل التي أحلها ربك، تأكل تقول ذهبت تعتمر، فلما وصلت متعبا وأردت أن تذهب، أنت طبعا ممن يبادر إلى العمرة، لا تقول لا والله شوف الآن 12 الليل وأنا أنام وغدا الصباح إن شاء الله، لا أنا جئت ها هنا لأنام، أنا جئت لأبادر إلى العمرة وأطوف لكن والله فيها شوية جوع، أحس بألم الجوع، وإذا طفت هكذا يكون طواف مستعجل لأنه يريد أن يتبعه أكل، فتقول لا أذهب وأكل لأني أريد أن أذهب. هذا وأنت تأكل، أتأكل ما تكره؟ أتأكل ما تبجه نفسك؟ أتأكل ما يعافه طبعك؟ تأكل ما تشتهي؟ يا دخل المطعم اشتهي هذه أعطيني هذه أعطيني، تطلب ما تشتهي، فأنت تأكل ما تشتهي، وبنيتك تلك تزرع في آجلتك. تعلمون دين مثل هذا؟ يا عباد الله أنا أخبركم إنه لا يوجد مثل هذا الدين. هذا الدين كله ربح، هو لا يحملك على أن تخرج من ثيابك لتكون مرضيا عند ربك. أقول ثيابك لأنه ما خرجت من ثيابك حتى خرجت من كل شيء قبل ثيابك، هو لا يحملك على هذا، لا يحملك أن تلبس الثياب الحسنة وتقول كذا وتأكل المأكل الحسن وبنيتك هذا كله تزرع به لآخرتك. فإذا هؤلاء ذمهم الله لأن حبهم العاجلة صرفهم عن العمل للآجلة للآخرة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فينبغي، بسم الله الرحمن الرحيم، ينبغي للمسلم أن لا يذر وراءه ذكر هذا اليوم الثقيل. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يقول ربنا سبحانه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الأسر الخلق، شددنا خلقهم، أحكمناه، سويناه بحيث جعلناهم قابلين لتحمل التكليف، يتأتى منهم التصديق والإيمان. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، سوينا أركانهم، أعطيناهم التمييز، هديناهم النجدين، لكنهم لم يؤمنوا. ربنا سبحانه يذكر أنه خلقهم وشد أسرهم وسوى أركانهم وقوى خلقهم بعد إخباره سبحانه أنهم يذرون وراءهم يوما ثقيلا. لماذا؟ هم أصلا لماذا يحبون هذه العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا؟ لأنهم ينكرون أن يكونوا في ذلك اليوم الثقيل.
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. تستبعدونه. فهذا الاستبعاد لإحياء العظام بعد أن صارت رميما حملهم على نبذ الآخرة وراء ظهورهم، لأنهم يقولون لن يكونوا فيها، لا يكون بعث. فقال ربنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، خلقناهم من 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 أخس شيء، من نطفة أمشاج، بعد العدم، أفلا نعيدهم بعد الوجود؟ أيما أهون، أيما أهون على كل صانع، أن يصنع أول مرة أو أن يصنع ثانية مرة؟ وهذه ببداهة العقول، إذا قدرت على الصنع أول مرة فأنت على الصنع ثاني مرة أقدر. طيب نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه لا يتعظم شيء، وليس شيء أهون عنده من شيء، ليس خلق أهون عنده من خلق. إنما أمرنا إذا أردنا شيء نقول كون فيكون. أنتم هذا ذاك الذي لم يعمل خيرا قط، ولما أدركه الموت قال لبنيه إذا ميت فحرقوني، ورمادي حتى رمادي، يعني لا تدعوه مجتمعا، يعني هو يوغل في لاستحالة إرجاعه، فلا يبقى يعني جوهرا مجموعا، لا يصير رمادا يحرق بحيث، لأنه نسأل الله العافية هؤلاء الناس الذين يحرقون موتاهم. قد رأيت في بعض الفيديوهات ما أنه يبقى شيء بعد الحرق، تبقى أشياء بعد الحرق، هو حتى تلك الأشياء لا يريد أن تبقى، يريد أن يصير كله رمادا، ثم هذا الرماد يؤتى به في جهة فيها ريح ويذر في الهواء، فحتى ذرات الرماد هذه التي لا تستطيع إمساكها حتى هي تتفرق وتنتشر. ويعلل ذلك لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، يعني لما صنع ذلك هو مطمئن أن الله لن يقدر عليه، يظن أن ربنا يخلق بالمعالجة. هذا كون صافي، صنع به ذلك كله، يلا كون فكان. فربنا ليس الخلق الثاني أهون عنده الأول، ولكنه مثل يضربه لهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ثم يكفرون. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شئنا بدلنا أمثالهم ممن خلقناهم أيضا وشددنا أسرهم، ولكن يكونون أطواع لله منهم. إن يشأ أيها الناس، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. كنوا ماذا؟ يعني تهديد هذا. ربنا سبحانه يبين لهم ما أعد لهم هناك، ما أعد لهم إن ماتوا على إجرامهم، وما أعد لهم إن آمنوا، ويهدد ويرغب. سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الشقاء. هذه القلوب، والمشكلة أنه يعلم أنه صادق. هذا 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 يعلم أنه صادق فيما يخبر، ويركب الصعب والذلول لمحاربته، وأنت تعلم أنه صادق. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا أيها الناس، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. هذا الإسلام، هذه علقة نفيسة، هذا أثمن ما يمكن أن يأتيك من ربك، هو أن جعلك مسلما. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، والمهم أن يموت مسلما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نعم العبد، رأى رؤيا فقصها على حفصة لتقصها على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لتأويلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. هذا الذي هو كان من خير الصحابة بشهادة الصحابة،
يروي مالك في الموطأ عن نافع مولاه أن ابن عمر كان إذا اعتمر فإذا كان بين الصفا والمروة إذا صعد الصفا وصعد المروة يدعو اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا مراد أن يبقى مسلما إلى أن يقبضه الله إليه. الإسلام هذا شيء كله ربح كما قلت لكم يعذرك تستطيع هذا فعله لا تستطيع فعله على كذا وانت من الأغنياء اصنع كذا وواسي كذا وانت من الفقراء يواسيك الأغنياء وانت كذا وانت وربك يتذر يعني يشرع لك كل ذريعة ويبسط لك كل سبب ليغفر لك. شو أنا مرة ذكرت لكم أم لغيركم عندما يأتي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أخطأت هذا الباب من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخطأك هذا الباب من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له. ربنا سبحانه يشرع يغفر لك هنا أنت يعني أسأتها هنا ولم تحسن لم يفتك لا تيأس ها سبب آخر فاتك ها سبب آخر. وإذا تفهمون راغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له يعني كأنه يكفيك ليغفر لك أن تدرك رمضان شيء سبحان الله ومع ذلك لا يفتمون. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ربنا سبحانه يومئ بهذا إلى الإشراف على نهاية السورة وأنه انتهى المقصد من إن هذه تذكرة إن هذه السورة تذكرة وإن هذه الآيات التي ذكرت تذكرة موعظة لمن شاء أن يتذكر لمن شاء أن يتعظ وهي والله كما قال ربنا تذكرة. ماذا ينتظر امرؤ أكثر مما ذكر ليخاف وليرغب. فإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ومن لم يشأ فلا يفعل. من شاء اتخذ إلى ربه طريقا توصله إلى ربه بأن ينظر ما في هذه السورة مما يحبه الله منه فيفعله وما يسخط ربه عليه فلا يأتي. إن هذه تذكرة انظروا إن هذه بتوكيد إن هذه تذكرة فاتخذوا إلى ربكم السبيل اتخذوا السبيل الموصلة إليه إلى رضاه إلى منجاته إلى جنته التي وعد عباده الأبرار فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وهذا يثبت أيضا يبين فيه ربنا أن اتخاذ السبيل الله يكون بالعمل بكسبك يا ابن آدم لا بد من كسب يكون منك تتخذ به السبيل إلى ربك لا تتمنى على الله الأماني. أنا أقول هذا لأني سمعت بأذني من يفجر ويقول لا تخاف نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيشفعوا فينا تشفعوا فينا يعني أنت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنته بضعته فاطمة أنت وهو يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد يقول لك أنا من الشرفاء أنا من السادة أنتم تقولون السادة أنا من السادة على الرأس لكن لا ينفعك عند ربك إذا أتيته مجرما تكون أنت من السادة أكثر من هذا عمه أبو طالب. ماذا صنعت أنت برسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنع أبو طالب؟ ثم ماذا كان؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله قال بل على ملة عبد المطلب. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يعني القضية موكولة إليكم وما ربك بظلام للعبيد
ما اتخذت إليه سبيلا جئته خاوي الوفاض، لا تلوم إلا نفسك. زيد أسيد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. لما قال ربنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وبين أن اتخاذ السبيل راجع إلى مشيئة من يشاء، بين أيضا أن مشيئة هؤلاء الذين يشاءون لا تخرج عن مشيئته هو سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لماذا يقول ربنا هذا؟ ليرجعوا أيضا إليه وليتوكلوا عليه وليسألوه وليتضرعوا إليه، ولا يستغني أحد بكسبه ويقول أنا داخل الجنة لأني أفعل لأني أفعل، لأنك لا تدري هل يقبل منك ربك أو في جملة ما تفعل ما ينقض ما تفعل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد للعباد إلى الله. طبعا هذه من الآيات التي تحتاج دورة، لأن هذه الكلام فيها فنتركه على الاختصار، يكفينا في هذا في هذا المقام هذا القدر. طبعا هذه نزيدكم فيها قدرا صغيرا. مثل هذه الآيات يستدل بها من يسرف على نفسه، يقول الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لو شاء الله أن أصلي لصليت، الله هو الذي شاء أن لا أصلي، الله هو الذي شاء أن أشرب الخمر وأن أفعل وأن أفعل، هو الذي شاء، فلماذا يحاسبني؟ تسمعون هذا الكلام؟ طيب شوف، هذا كلام في القدر. طحاوي رحمه الله يقول في عقيدته والقدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ينبغي أن تفهموا شيئا، وهو أنه لا بد أن يبقى شيء من التكليف لا تدرك أنت وجهة تعقله ليبقى الإيمان بالغيب. ربنا سبحانه يأذن لك ويبيح لك ألا تدخل في دينه حتى تتيقن بالأدلة التي نصبها، الأدلة التي عقلك يؤمن بحقيتها، لأن أنت تتدبر ترجع البصر وتتدبر. بماذا؟ ما هي آلة التدبر؟ ما هي آلة إعمال الفكر؟ هو هذا العقل. طيب فتستدل بما نصبه من الآيات وما ذكره من الأدلة المنظورة والمسطورة على أنه حق وأنه حكيم. ما اقتنعت لا تؤمن سيد، وموعد القيامة اقتنعت وصدقت فآمنت، آمنت بما أذن لك أن تنظر فيه، وهو قمة الدين، وهو وجوده، وهو أحقية العبادة، وهو حكمته، وهو علمه إلى آخره. اقتنعت تنظر في التفاصيل، كيف تناقش التفاصيل؟ هذا 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 خلل في الفكر عندك، خلل في البنية العقلية عندك. وأنا أبين لك وجه الخلل عندما الآن يصاب